يا خايف منكم الجديد على لعبة روبلوكس مع بيت سمير ريكس بالتحديث الجديد. ما ضافوا شيء للتحديث لهذا المكان، ضافوا المكان الجديد هذا وضافوا شغلي وحدي جابوه هاي. هل ضروري المسك سهل تحصيله جدا سهل، وليش عايزها تصير سهل جدا ليوز وانتو جايبين هلا يطلع لك سلوك بسهولة خارقة. بس هي مرة ما طلعتنا ليش؟ ليش؟ انتو جايبين طلع لك سلوك ما يمكن. لا تفتحوا بالتاب بدكم تعرفوا شو البتات اللي مع كارتون كوين، تكتبوا كارتون. اوه حصلنا بيت مع كارتون كوز في يا جماعه، طبعا اي واحد تبغوا الكارتون كوز ضعيف اي 50% وحط هذا 100%. طبعا كنت بجاوبها كلامة المسابقين كان أول عصر 30,000 30,000، هلا ازداد 50,000 50,000. فعندنا 2 اكسلوت، كمان في واحد يجمع كارتون كوين ضعيف هذا. انا ان شاء الله بعد ما اخلص الفيديو هذا احاول اساوي كارتون كوز اي في وفي من بدات اكسلوت رينبو. مي انا مي اكسلوت رينبو انا مش حاطه ابدا الاكسلوت رينبو، ليش؟ انه ما في الكارتون كوينز. ابدا ما حاطه كارتون كوينز. طلعنا واحد جولدن نظن لسه امبارح ختمت هذا. انا ختمت لك هذا، ختمنا يصير يطلع لنا جولدن من التات وختمت الجولد. صار يطلع لي رينبو بال اما افتح الجولد يطلع لي رينبو، اما افتح عادي يطلع لي جولد. ايش ما صار في ده على الجيم باس وعلى هاي بس لكن دائما صار كتير نقول
تجيب حاجة لحد دلوقتي. الريمبو ديكي تحول بيضات الريمبو هاي اشتري ليش عشان تطلع على البيتك بسهولة. وهذا ما عندكم كثير من المانكي بيتك، اعطيها معكم منهم كل فيديو اعطيها معكم واحد منهم، كل واحد واحد من المانكي هذا. ما هي بنت بيتك عزيزين تحصيلها وده بيده مو كثير طويل. بلعبة محاكي مثل ميزة الرزين كاتبين دم الصندوق هناك اللي برا، مش الجولد هذا اللي برا، قوت اسطوري دمه شست واحد ونص كيو، لا مو قصدي مو كيو قصدي اس اكس، حرف الاس والاكس واحد ونص، هذه ثمانية ونص ولا ثمانية وربع، ثمانية وربع اس اكس، لا اقسم الكيو ام واقسم الكيو. طبعا طول كتير كتير بس اصله كتير، هلا حدا عاد بكون اس منه كتير، بكون اس 2500 كيو ام ناقصنا له. في واحد من المتابعين اعطانا هذا البيت ببلاش، أول شي تفاجأت منه، قلت والله ليش نعطي البيت ببلاش مسك ذاك متر. أنا بعدين أعطيتني مليون جواهر، ليه كل اللي أعطاه البيت. هو طالع بلاش ما يعطوه هاي مئة مليون. ما عم تلقوا بعض من راس انه علق عند شوي الجهاز، انا نحاول نفتح ثلاثين يطلع لك سلول. والله طلع في القناة يطلع هذا لك سلول كارتون قوس، بس ما طلع ابدا كارتون قوس. شايفين معنا نفتح ثلاثي صرنا اكسلوت جولدن، حتى الاكسلوت جولد ما فيه كارتون قوي. اعملكم بعض من الواصل بعد نرجع لكم مع مثل معنا بلاك كبير. هذا قاعد لكم بعد خمس دقايق ومعنا المبلغ الاسطوري. طيب يفتح كتير بيضات من هاي البيضة، هلا افتح ما ما بعرفش على الجهاز صار بطيء. ولعلكم مع الصوت الطويل كثير جبت بالتات ماهر هذا المتابع عن جنبنا هون، هذا المتابع اللي بعدنا بعض هاي البارتي بطوطة. شكله هذا المتابع بياخذ دايم مش تبعات بعضنا دايم انه يكون حدا من الاصحاب ولا هاي ولا فاتح حسابات كثيرة بيعطي دايم حسابه الاصلي.
بفدعكم من هاي، وما ظلوا غير 3 بطوطة ذهبي، واحد عادي، واحد فيل، واحد دراجون. أول قوة المخبأ السري أنا، وأدروا عن هاي الجزيرة قبل الأخيرة. طبعا الناس هيفكروها هاي بتايبو، هي خطأ، البوابة هي هاي. فتحت بتات كتير، دمجت بتات كتير، صار مني كتير 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 اكسلوت رينبو، كتير من اكسلوت رينبو. طلعنا 2 قرش، الكارتون قرش جولدن. نحاول نعمل تريد للمتابع، يا جماعة نتابع ما في بده منا.
ما بنكون شايفين على التريد. هلا مدور الكلام انه هذا بالسيرفر نفسه. والله ما بعرف اللعبة في التكنيك على ريمو كيف سواها. ريمو يا اخوة طويل عنده، ليش ما عنده، ما في عنده ترابلات، مو يفتح بس بيضة واحد بيخلوه، ما عنده حتى الاوتوماتيك هذا. بس غريب سوى 4 ريمبو من اول لهلا. يا جماعة مش شايفين طلعت دوجي ريمبو. هلا يا جماعة الخير بنوصل على نهاية الحلقة. ادعمونا بلايك، اشتركوا معنا بالقناة وضغطوا زر الجرس لتكون بالجديد. مع السلامة.